ينتقل موفد الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث الأحد إلى الحديدة في غرب اليمن، المدينة التي شكلت في الأشهر الأخيرة جبهة النزاع الرئيسية مع هجوم واسع النطاق شنته القوات الحكومية التي تدعمها السعودية بهدف استعادة السيطرة عليها، وذلك قبل أن يتوجه إلى الرياض للاجتماع بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ومسؤولين آخرين. وبموجب الاتفاق الذي أبرم في السويد أواخر العام المنصرم، وافقت قيادات الحوثيين على إعادة الانتشار خارج الحديدة لتدخل غالبية المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان في اليمن عبر ميناء المدينة الرئيسي. وقف الأعمال العدائية لا يزال صامدا في الحديدة بحسب الأمم المتحدة، إلا أن مئات من أنصار الحوثيين تظاهروا الجمعة في الحديدة مطالبين الأمم المتحدة بضمان احترام الهدنة. وكانت الحكومة اليمنية وجهت رسالة إلى مجلس الأمن الدولي اتهمت فيها قوات الحوثي بعدم التزام وقف إطلاق النار، في حين اتهم الحوثيون التحالف العسكري بقيادة السعودية بتنفيذ طلعات على علو منخفض فوق المدينة. وقال عضو في اللجنة المشتركة يمثل الحكومة اليمنية أنه لم يتم التوافق بعد على الجهة التي ستتولى أمر الميناء، إضافة إلى استمرار الخلافات حول إعادة انتشار القوات. وينص اتفاق السويد على وجوب تسليم ميناء الحديدة وسحب المقاتلين بعد أسبوعين من دخول الهدنة حيز التنفيذ، لكن هذه المهلة انتهت من دون أن يتم ذلك. وخلال جولته سيجري جريفيث محادثات أيضا في صنعاء مع رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار باتريك كاميرت. وتأمل الأمم المتحدة أن تجمع طرفي النزاع في وقت لاحق من هذا الشهر، مع احتمال أن يتم ذلك في الكويت لمتابعة التقدم الذي أحرز خلال محادثات السويد في كانون الأول ديسمبر المنصرم.